عبدالي عبدالي زاد نحبوا نرحبوا بالباند متاعنا بوبت. بربي بوبت سمعنا حويجه سمعنا حويجه خلينا نفهم واش معناها. مش نلعبوا وتوا الضيفة متاعنا باش تكون ممثلة بيرسونيلمون أنا نحبها برشا شابة جون مزيانة بطلة فيلم شيطان القايلة وكانت من أبرز الشخصيات في فيلم الجايدة نستقبلوا مع بعضنا سهير عمارة. اللعب سهير اول مره نتقابلوا في بلاتو نو بلاتو نتاع ايميسيون اي مش ما كنا نتقابلوا كممثلين محترفين نص دنيا ملي عرفتك مرتي من 2010 من 2010 مرتي وكل عام توفى بالخنان ما بيناتنا نحب نقول اللي خدمت معاها برشا بالحق الناس ما تعرفش الكواليس ممثلة متربية ياسر متخلقة خاطر ديما في أدوارك يحطوك في دور المرأة هكا شوية معناها منحرفة وهكا سورتو العوام الأخرى العوام الأخرى سورتو والعباد بارفوا مالوريزمون ما يفرقوش ما بين الفيكسيون والرياليتي اللي أنا نعرفه في الكواليس عليك إنك ما عندك حتى علاقة بالأدوار اللي تعمل فيهم طفلة معناها متربية ياسر ناس مليح عاقلة جونتي سامباتيك ضحاكة وطون زون طون زعم انتلكتويل تقرا في كتاب وحدك كي واحد كل يجي ونحن نقلقوك اي انت زعم سيلونس بربي سيلفو بلي توليكا سي تري سامباتيك ترافاي افيك توا وقاعدة تطلع والريزولتا نتاعك واضح العباد تحبك وقاعدة تنجح عايشك عايشك يا لطفي والله حطينا بالحق معناها لطفي معناتها parmi les meilleurs partenaires, les Hakim. Aïch, aïch. C'était vraiment un grand plaisir de travailler avec toi. Voilà. L'actualité, tu as. Quand tu retournes sur l'actualité, tu as. C'est-à-dire, je me suis dit, هكا زميلته وامي وتخدم معاه ديما جاب زعما يجيب في صحابه كاو نحن جبناك زادك فنانه قاعده تتالق ممثله ظهرت في فيلم الجايده ما نجمتش تجي مع الجروب تاع جايده خاطر مشيت وقتها الفستيفال مصر واعتذرت لنا لكن شاءت الاقدار انك تعاود تخرج في فيلم اخر شيطان القايله اللي انت ماخذه فيه البطوله المطلقه تقريبا هما تخوا بيرسوناج دو البطولة النسائية المطلقة عندك اي فما كان المرأة وهي ديجا معناها البوان دو فيو معناها نتاع الفيلم الكل عند البيرسوناج هذايا معناتها نتاع فاطمة دونك قلتي البطولة المطلقة فوالا وقتاش خرج الفيلم اكزاكتومون؟ خرج توا نهار اثنين مازال يلعب؟ مازال يلعب وين يلعب؟ في عدة قاعات والله ما عنديش مانيش نستحضرهم معناتها مي كوليزي مانيش مستحضرة القاعات الحق ربي شنو هي قصة الفيلم؟ على شنو يحكي الفيلم هو سي بون جون كوبل يخسروا كل شيء فيو لي معناتها راجلها يلعب لعبة القمار دونك راهن على اخر حاجه عندهم اللي هو الريستورون يدخل الحبس باغ لا سويت دونك اللي تي اوبليجي انها الكونتاكت الراجل اللي خذا لهم الريستو قال لها ما نرجع لكش تلزموا مشاو للسود دونك هو الفيلم الكل سي سي ان فواياج معناها ميم حتى لي بيرسوناج من بعد معناتها كي يلقاو رويحهم في وسط الصحراء ليفري او ميم سي ان فيلم ان بو ديفيرون خاطر يو بوكو دو كريتيك معناها بارابور للفيلم تنحكي فيها تسبقش به شفنا تسويق كبير ليزافيش نتاع الفيلم ميدياتيزي برشا شفناكم دون بلوزيور بلاتو الفيلم خذا حقه جماهيريا بعد ذاك الكل وكان في المستوى نتاع التسويق هذا بصراحة ليه بصراحة نعرف خاطر نحن ممثلين ما تنجمش تقول في كلمة خايبة على فيلم ولا مسلسل وسي با بروفيسيونيل لكن معناها في مستوى التسويق هذا الكل الفيلم بعد أنا شو نقول؟ نقول هما ساعات الجمهور يكون عنده ديزاتونت ساعات ليزاتونت هذيا هي اللي تعمل رياكسيون كونتخ الفيلم
مثلا يستناو مثلا فيلم دون لو سوسيال ولا يكون فيلم درام سيكولوجيك والا اكشن والا كوميدي. لو فيلم اللي ان بو ديفيرون كيما قلت لك معناها اي ني با دون هكا ياسر ميم حتى دون لو جو داكتور اي ني با. علاش ما قلتوهاش من الاول وانتم تبيعوا في الفيلم؟ عملتوا سيبل تعديتوا في التلفز على اساس انه فيلم الناس متفرجوا فيه ناسكم. صحيح ولا وبعد انت تخرج توا اليوم تقول فيلم ديفيرون. لا هو اللي حبيت نقوله اللي الفيلم معناتها بارابور اوز اتونت معناتها اللي عند العباد. الفيلم فيه قصه معناها قصه يونيس. لا ما قلناش ما فيهش قصه. فهمت؟ اي دونك بار كونتر معناها لونيفير لو ريتم وكل الى ان بو ديفيرون اي ني با ان فيلم معناها كيما قلت لك دون لاكسيون ولا بافار معناها فيه برشا ديالوج اللي معناتها فريمون مينيماليست. وقلت لك حتى دون لو ريجستر تاع الجو داكتور ماهوش دون لو سيكولوجيك. هو علاش نقول لك هكا انا توا نفهم. سي بلوتو دون لا كونتمبلاسيون ديز ايماج. نفهمك نعرف معناها فيلم دون لا كونتمبلاسيون ايماج. لكن شوف شذي قاعده ممكن في مخاخكم انتوما ولا فكره المخرج لانه باش نقول لك علاش انا مانيش ناقش في الفيلم وسا كاليتي انا ناقش فيلم بارابور ا سون امباكت للبوبليك. البوبليك 90% خرجوا معناها مش الكريتيكي ونورمال دي كريتيك ان بو سيفير صعاب ياسر معناها اي تبعت شويه اي فوالا قلت لك سي لي زاتونت وفينالمون معناتها كل انسان حر من بعد يقول عجبني ما عجبنيش هذه حاجه معناها ما تمنيش ممكن نحترموها فهمت انت خاطر شوف وميم طون انا نعرف لي انت كلكو بار ارتيست انجاجي شويه معناها دون لو سونس عندك رؤيه للسينما عندك حاجه تدافع عليها عندك مشروع وراك نتاع فنانه مش كان الفنانه اللي تحب تظهر في الادوار كهو عندك رؤيه سينمائيه بديت تتطور لك بديت خدمت مع نوري بوزيد خدمت مع كبارات تبارك الله تعمل في ادوار كبيره ياسر خدمت مع مراد بالشيخ عامين ورا بعضهم نعرفوا مراد بالشيخ زاد عنده رؤيه سينمائيه وجاي من تاليا دونك او ميم طون نشوفوك في بلاصه كانها ما عندهاش حتى علاقه مش في بلاصه ما نعرفش غلطتك انت وغلط شكون يحطوك في موقف حارج شويه يجي البروديكتور ولا درا شكون عمل لافيش الموزع يكتب سهير عماره نجمه تونس الاولى دوب في لافيش عرفت كلمه نجمه تونس الاولى شنو صار لك ملي تقلقت قبلتها لا ما قبلتهاش انا اول ما ريت لافيش كلكو جور ان بليس تبعوا لي زافيش دونك كلكو جور من قبل ما يعملوا البرومو وراني لافيش قلت له لي قلت له بالحق نحشم راني انا ما نراش خاطر العباد قالوا كريتيكي وقالوا كان هي نجمه تونس الاولى مالاش نقولوا منى نوردين شو نقولوا وجيه جندوبي شو نقولوا هند صبري لا جمله معناها انا معناتها شفتها كما قلت حسيتها كانك قبلتها انت لا با دو تو ولا عندي حتى من بعد شاخو فونديكي سا لا بوبليكمون لا مازلت ما حكيتش معناها برشا ما سالوني وقتها في يوضح العمليه باش خاطر وضحت لي وضحت في لافون بروميير يا في دي جورناليست اللي سالوني على الحكايه هذيا وضحت لهم قلت لهم راه مش انا راه الموزع هو اللي حط حكايه نجمة تونس الاولى وزدت حكيت معاه قلت له بربي نحيها راني انا انا بالنسبه لي لاني الاولى ولا لاني الاخيره لا ما تم حاجه ياسر ما تعنينيش بالحق معناها الالقاب وكيف كلمته قال لي على انا سهير انا شتو فوا كوم سا وانا سي ان كادو نحب نعطيه لك جاه ربي والله اللي مني لك سامحني قصيت لك على الكونسلتاسيون تاعك سامحني نسيت حاجه بس نقولها ونمشي وجهي وراس بنتي العزيزه سهير بوتعلي نهار 20 جانفي في المسرح البلدي انا راني خدم موتوري ما احسبني ما جيتش احسبني ما جيتش عشان خدم موتوري ونمشي كاهو انطرتها توا فيسع وعليا كمل الكونسلتاسيون سهير كمل اجهز معايا عيش وديش اجهز تيرو بجيتو تاعك يا تخرزوها عاد يخرج منها يا حاج انا جاي بشويه نخدم موتوري ليه ما نجمش انا توا نخدم موتوري ونخرج دقيقه نخدم موتوري ما حبش يخدم موتورك ودز معاه اجي معايا حط سيقك هاوني حط ساقك غادي قدك سقطم بكتب هز الموتور التيلي خدم تمشي
اللي تغش عليا ليه هكا هو ما عادش جاي نسيه الاستديو 20 جام في المسرح البلدي جا سهير تعرفها تعرفها كمل لك كمل لها كونسلتاسيون كمل لها الى مين يا وليد كونسلتاسيون خرطوا عليا في ليميسيون هذه قاوني مبتدئ ومش فاهم فيها وظهر لي ربي طايح فيك اللي عملته في ليميسيون الكل عرفت قبل كل الكراسي اللي طيشتهم وعملتهم قاعد ترجع لي طوائق تخلص فيها وين كنا سهير؟ كنا في ليزافيش بربي قبل تعرفني نيتي طيبه معناها كي كنت كاس سهير مش استنقاص في شأنك بالعكس حبيتك توضح موضوع لأني أنا ما نحبش في زملائي العباد يتكلموا يقولوا شكون يا ذيكا وشكون يا ذيكا أنا نقولها كمن دوري اليوم من منبري هذايا كزعمة زعمة منشط وهكا نشوف ندور في العالم خاطر ما نجمش نعطي رأيي أنا الخاص الخاص لكن حبيتك أنت توضح هذا أنا خاطر قدمتك وما دامك أنت هنا إلا العباد تحبك ومعناها بطولتك وخدمك قاعد تحكي عليك لكن هذيك تحسها انت ديجا قلقتك ديجا لا قلقتني والله تنوريك من بعد الديسكوسيون كي بعث لي الواحد قلت له لا 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 امان قلت له نحشم نموت بالحشمه لا تنوري لك من بعد معناتها ما مي بون ما يظهر لي نحاهم هو نورمالمون نحات نحاو نورمالمون ما فما ديزافيش ديجا تبعوا كل شيء ومشاو كيكا يولي واحد بعد ينيغوسي يقول مشيش ربي يرد بيكم مشيش تحطوني في الافيش دراسه هو راهو ترد بالك سيرتو في السينما انا خاطر خدم برشا افلام نعرف تشي نيغوسي حتى فما شكون حتى في الكونترا ينيغوسي من الاول فما شكون فما ممثلين توانسه وحقك راهو مش معناها اسمه وقتاش يتحط والجينيريك وشكون وشكون معاه هذاك نعرف فما الافيش في الافيش وسي يجيش لبالك معناها باش يتحط القاب ولا حاجه ما تجيش من بالك تولي تنيغوسي الدروا دو روغار على افيش قبل ما تطبع وتخرج مثلا وي خاطر اسم وخاطر مثلا تنجم افيش على افيش يسهولك بها سمعتك تنجم تخرج تصويره انت مثلا تحذفت ولا ما حبيتهاش تتوجد تحطت غادي تنجم تلقى روحك مثلا جايبين درا شكون هو ما يستحقش تحط الاولاني وانت تحط بالصغير فما ديزغرازكتور توانسه وقفوا ديزافيش وقفوا افلام وقفوا مسلسلات اسمه مثلا ما يتحطش في جينيريك يوقفوا دونك من حقك هذاك طال واضح مره جو كروا انا صغير نخدم في مسلسل وهشام رستم وقتها ستي لا ستار دي ستار اسمه ظهر لي ما تحطش الاولاني ولا الثاني تكلم مع المخرج وفهموا اللي اسمه لازم يتحط قبل المسلسل هذاك وحقه راه ماش معناها واحد فتحي الهداوي حقه يقول فما برشا ممثلين انا بيرسونيل مون اليوم نعرف روحي مثلا بارابور الدوري كان انا عطيني البطوله المطلقه ما تجيش تحط واحد قبلي قال شنو أقد بالأقدمية ماهيش بالأقدمية بلوجيك هي بلوجيك الفن ماهيش بالأقدمية تاع الكاست معناها فما كاستينغ فما مثلا ممثل جاي جديد اليوم مازال كيبدا وأنا عندي معاه دور ثاني ما نجيش نقول لهم حطوا مثلا اسمي قبله كانش كان يقولوا مثلا ضيف شرف ضيف شرف ولا حاجة فوالا باهي فيلم الجيدة أي فيلم الجيدة المخرجة سلمى بكار اللي خرج في جيسيل توا يعمل في دي كومبلي في قاعات السينما أن غران سوكسي كيفاش اختاروك للدور؟ وكيفاش عشت الدور خاطر سيرتو في الفيلم هذايا انت عشت معناها سي ان فواياج دون لو تون دون لو تون كانك سافرت رجعت بالوقت التالي ما بون كيف زاد سلمى شافتني في البيرسوناج كلمتني حكيت معايا حكيت لي حكايتها من الحاجات اللي وقتها حكيتهم لي اللي هي من اول لي بيرسوناج اللي تحطوا معناها سور بابي بو فوالا أنا معناتها وقت لي قريت معناتها السيناريو جيتي موتيفي الحق بس ساعات ترى وتقرا سيناريو بعد تقعد تقيس وكل شيء ما فما ساعات كي تقرا يجيك ان كو دو كور البيرسوناج انديبوندامون حتى من ليبوك حتى في تركيبة الشخصية معناها معناتها اللي شافوا الفيلم شافوا معناتها اللي هو سي لو بيرسوناج لو بلو تراجيك سي لو بيرسوناج اللي تو الجوج او ديبار من بعد وفور اي ميزور والاحداث تاع الفيلم يتطوروا تزيد تكتشف دوتر معناها زاسبي منها سهير الباركور نتاعك بارابور الممثلين ماهوش كلاسيك بالعكس كاينه جايب المقلوب الناس تبدا بالمسرح وبعد تعدى للسينما وبعد يعملوا التلفزه انت بديت بالعكس بديت بالتلفزه وبعد سينما وتوا ظهر لي في المسرح نو لي عملت جوست اكسبيريونس معناها عملت زوز مسرحيات شنو اونتر تون اونتر تون لي معناها اونتر تون ملي بديت
في العوام هذوما معناتها عملت ميزا باغ قرايتي معناها. اي تقرا سينما. قريت سينما وبعد. قاعدة تقرا مازلت تقرا سينما. لا لا كملت من وقتها. اش تخرجت؟ اخراج. مخرج انت مخرج نورمالمون معناها. مخرج من بعد بالخدمة معناتها باش تاخذوه التيتخ معناها معناتها مش بال مش بالكلام. ولا حتى بالشهيد. مخرج بالكلام مش وحتى لا وحتى الشهيد. بالشهيد. لا حتى الشهيد ليه زاد معناها الاخراج الاخراج هو. باهي ترمي في المعنى على شكون؟ لا على حتى حد والله نرمي في المعنى لروحي دونك نحكيو على المسرح جينيرالمون اللي يتشهروا ما عادش يمشيوا المسرح يقول لك سي انا عملت مسرح باش بالعكس انا ماذا بينا نعمل غوتور للمسرح معناها نحس علاش عملت المسرح وشنو ربحت من المسرح برشا حاجات خاطر سي معناتها ميكانيزم ديفيرون مش كيما قدام الكاميرا واللوجيك نتاع الاكتينغ معناها قدام الكاميرا معناها سي اوتر شوز سي برشا برايف سي تعاود تغطس في روحك مليح سي معناتها الحاجه اللي فهمتها في الاكسبيريونس الصغيره جو دي بيان صغيره اللي عملتها في المسرح كو المسرح ياخذ ويعطيك معناتها معناها فما فهميني بنيتها فما برشا حاجات مثلا عشتهم في البرايف مثلا ما كنتش نعرفهم على روحي مي كي تبدا سيغ سان سي معناها جوستومون فوالا فما حاجات ما كنتش تبدا تعرفهم في روحك تكتشفهم اي هو التياتر هو التياتر خاطر سي لابوراتوار لابوراتوار جوستومون قبل ما تقبل الساعتين هذوك باش تعديهم ولا الساعه ونص تدخل المخبر بثلاثه واربع شهور وتشوف وليكورد كلهم تجربهم وتعيط وتسيح وتمشي وتدخل في الهيستيريا وتجرب هذه وهذه لا وتعاود ترجع وتعاود وساعات معناها لوازار يخلق حاجه هكا تطلع من فوالا انا نتذكر عندك فيك حاجه ما نعرفش باهية ولا خايبة ما نعرفش كان تحب بعد نقصوها في البيت انت ذي ما يعرفها حتى حد نعرفها كان انا والناس اللي يخدموا معاك انت تتاثر تلمو بعد ساعات بالشخصيه وتدخل بخناخشك وتدخل بكلك بقلب ورب اللي تنجم بعد ساعات تقعد شو ما بيريود في الشخصيه وتتقلق ياسر وي تذكرك ذكرني امان ميسالش تحب ما نتكلمش نتكلم ليه نورمال والله دور ساره الاخراني في الجزء الثاني نتاع شو اسمه المسلسل؟ فلاش باك فلاش باك فلاش باك دو فلاش باك دو دور ساره تذبع تهبل تدخل في ديبرسيون تعمل ديبرسيون وحسيت كانك هكا صرت ماماش على بركه لزرفت بس سيغتينمون معناتها مع المشاهد اللي تصور واللي نحس فيه وقت اللي انا نصور نحس فيه صحيح بالحق معناها نحس لا دولور بروفوند بيان كو ما عشتش دوي على صغير لكن نعرف الدوي مثلا على بابا جو سي كو لا سيرتا مومون وصلنا حتى ما عادش نجمو نحكيو معاك ولا حاجه في البلاتو ولا لهالدرجه بالرسم انا نذكر روحي انا بالحق انا نذكر كل يوم نجيو نفادلكم مثلا فك البريود انت تصور في ساره دخلت في دوي وديبرسيون وين معناها على ليميت يقول فك عليك تفادلكش معاها ريت نجم ترشق بالبكاء والله بون اي وي ما تذكرش جمله واحده اطعس كان ما تذكرش راه بالحق ما في باليش اسو بوان مش ما نتفكرش ما في باليش اسو بوان ما نحكيوش راه ليه نورمال نورمال طلعت مهبوله في باليش ليه مش مهبوله فما زوز نوع نتاع ديزاكتور فما دي جرون زاكتور تلمو عملوا ادوار هذوما فما شكون ما خرجش تير لهم ايدونتيفيكاسيون للبيرسوناج هذاك مي انا معناها سي نورمال انه واحد كي يمس لي زيموسيون نتاعو البروفوند وكي تغطس حتى في الميموار افكتيف نتاعك وتبربشها وتحيرها سي نورمال انه معناتها ما تنجمش ليموسيون هذيك تقص دان كو معاها فهمت سورتو اذا كان احنا مثلا في بلانينغ نصوروا نهارين ثلاثه في جره بعضهم دونك اشاك فوا ترجع للبلاتو يعاودوا يرجعوا لك ليزيموسيون هذوك متعاود فهمت دونك مي انا كي نكمل سوفون كي نكمل التورناج لا سي بون معناها ولا البلوك هذاك نتاع الخدمه هذيك وفات لا نقص ونرجع لروحي معناها نعرفش اذا حاجه باهيه ولا خايبه مي بون انا تو والله انت تو فيقتني باهي تو باش تعداو الانترفيو احاسيس انترفيو احاسيس هذايا ما تخافش ما تخافش باش نشوفوك انا نعرفك ممثله بارعه لكن الجمهور يحب يختبر يحب يقول لك الممثله هذه جايبانا وفي بطولات ويحكيونا عليها شكوني وانا بدي زاد معاك في الانترفيو هذايا باش نبداو نحكيو باش نسمعوا الصوت هذايا كي نسمعوا الصوت هذايا باش تجينا اون فراز نطبقوها باهي اوكي فهمت سامارش زوز حجاره يفيسوا على بعضهم تشجيع من الجمهور حجرتك بالساكته انت ما هو نحكيو شويه ساعه نعم
تحكي معايا؟ يا اخي فما شكون معانا هنا؟ درا شكون كلمني؟ شبي كرسي فارغ؟ تعرفوها الممثلة المبتدئة هذيا الصغيرة؟ فيغورون فيغورون تصور بريفيليج باش تلقى روحك قدام الفنان القدير لطفي العبدلي. شكونو؟ شكون؟ شكونو شكونو؟ شكونو؟ اه لطفي العبدلي ما نعرفوش. فيغورون تو مش مثقفة. نعرفوش تعرفوه لطفي العبدلي؟ بربي تعرفوها؟ يزينا من الحقرة باش نحس بالحق، باش نحسهم يعرفوني اسم الحق. وانا حتى ونعرفك تمثل، نعرفك تمثل وانا مثل، فما حقرة نكرهها مش يا ريت كي كلمتني تفرهدت، حتى كان تسبني تفرهدت، أما الحقرة اللي هكا كيفاش عملتها؟ عرفت هذيك البنات يعطيوها في سهرية ولا في قاعدة؟ هي سبيسياليتي. يعطيها هذيك سبيسياليتي بنات، بربي عاودينا ضربة حقرة هذيك هكا. اي زعما تغزل السماء عندها طيارة تستنى فيها. مرزوقي سامع عندها بوينغ باش تروح فيها كل يوم في القايد. هذيك كلي هكا ومعاها مشعرة. معاها مش ضربة ديما شعر بشعر. اه ضربة شعر. بو شد اللي عارفين ما نجمش يعملها يحقرك ويشد شعره. تحكيو بالقوي وما تسمعوش بعضكم. نحكيو بالقوي وما نسمعوش بعضنا. نعم شنو قلت لي؟ شنو قلت لك؟ انا ما قلتلكش انا نسمع فيك تكلم فيا ما فهمت شيء. انا بيني نشوف فيك تتكلم. اش قلت لك اللي عم جهه من قال عرفتها بالكاس. فكرون فكرون. نعم فكرون. عاود عاود فكرون. مانيش نسمع فيك. فك رون 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 زيد ارجع بها يا رون صحيحه. فك رون رون فك رون ما نحسنش. هذه حلوه ياسر. هذه تحكيو ناسين اسامي بعضكم. انا هذه تصير لي برشا سنه تصير لي برشا في الدنيا ولا بعد ساعات يجيني واحد والله والله يقول لي اسمع هيا وينك عاد اي قالوا وانتي صفا؟ تبدا مخك هكا نسيت مع الجيل غادي عرفتها؟ ايا انا فرحان برشا باستضافة مرحبا بيك في البرنامج نتاعنا. عايشك عايشك. انتي مش شنحوال الجماعة عرفت اللي يحب يعرف الجماعة مازلت تمشي لغادي؟ شقتلي 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 لا هذيك تاع قبيلة شقتلي شقتلي دخلتولي هذيك 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 نتاع الفكرون عزيزتي. قالوا لي ديما تجي باش تجيب اسمه وقتها جيت مع الجماعه انت مش انت جيت مع انيهم انت شكون؟ انت مش اللي ديما تجي مع الجماعه بحذانا هنا وين؟ انا انيهم الجماعه شكون؟ انا خاطر انا اي امان انا كي نقرا اسمك في الجينيريك بعد ساعات نفرح ما هو هذي ذالي باش نقعدوا ساعتين نذكروا كي يوفى البرنامج وانت عطيه ومازلنا نذكر مازلنا نتذكر اللي بعد يزينا. هذي صعبوها علينا عنا حساسية من حرف الراء. صعبها على الاخر قالك ما نقولوش حرف الراء كي ينطق واحد منا يولي يعتس نجم ولي نحك زادة اي حساسية هي ما هو حكين وعطسة عطسة وكان تحب السيف اللي فات مشيت للبح بحي بح فيت بحي بح حر بحي مشيت للبحي وانا الصباح ناخو قاوتي ناخو بيوشة ونشرب بيايب وتعدى بحدة ما كوبين يويو عرفت يويو اش تشرب يايب انت؟ لا يايب ما نحبوش يايب يزي لتولي عندي حساسية بالحق. هذي جوك شبوك هذي جوك هذي سيكونس عشناها برشا مع بعضنا في ال مش شيرين شبوك لبعضكم. اي شبيك علي انت تاو
شنو واش بيني عليك؟ شبيك عليا؟ تي انت شبيني انا شبيني عليك؟ اي تهم انا ملي عرفتك ما عرفت خير هذه ذكرات كوسمو تهم انا ملي عرفتك ما عرفت خير انا تي بوم انت في الدار كان مد وجهك عليا انا بربي والله شبيك تتبلى عليا شو انا عملتهولك سامحني والله يا سارة صح عليك يا سارة حب تعاونها والله مش انت يا ذا الحمد لله مش انت مرة ممثلة كليت من عندي كف قعدت ترقد في الـ في الـ لا مش انا لا مش انا مش كليت من عندي كف حطيتش عندك تتخمر ما هو انا في الكف في الكفوف في شنو رايكم في الممثل باهي اختبرنا خبرتك في التمثيل توا باش نشوفوا ثقافتك السينمائيه الروبريك نتاعنا اسمها فيلم في 5 ثواني صفا جو مع سهير عجبتكم امورها باهيه فيراج معايا فيراج خاص فسر لك اللعبه تحب اللعبه اوه الشيخ انا خاص فسر لك اللعبه اللعبه سهله ياسر أيه؟ في بالك انت اليوم ساعه المعناه الضيفه الوحيده اللي عندي محترمه هكا وتحكي وحتى ما نحكي لكش كلهم اليوم شنعت 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 ما نحكي لكش مش معناها مش محترمين زيني جاوني زود ضربوا لي كارت ميرا ايوا لازمك واحد هكا شويه يعمل لي كيليب اي فوالا انت جبناك باش تعمل لي كيليب وفي اللعبه هذيا باش نجربوك فهمتيش ولا انا حسيتك ضربه ما حاولناش نحيروا لك زاد التراب انت نحسك زاد ضربه اكثر منا فما من نحب فما شويه و اما كلينا ناخذ وقت يا عرفت لازم تقدرنا تاخذ وقت باه اللعبه هذه باش نختبروا ما بعضنا باش نختبروا الثقافه السينمائيه باش يعطي عندنا كل واحد باش ياخذ ورقه فيها اسم فيلم داكو. ما تجاوبوش على ما تقولش اسم الفيلم لكن تفهمني من غير ما تسمي لي اسم اكتور من غير ما تسمي لي اسم الفيلم اوكي تفضلي ابدا انت نبدا اقرا في عقلك باش تبدا قل بي شبكة 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 شبابك جنة نو نو لي 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 سوبرمان سبايدر مان توا عندي انا اوكي هاي عندي انا خلنا نقرا من بعد كرونو كليب 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 في برشا بلايس كليب 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 تشارلي تشابلن تشارلي تشابلن معروف فيلم برشا بولونات برشا بولونات كليب ويجري من البلاصه للبلاصه ويحل الوقت 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 ترجمه بالفرنسي الوقت ترجمه بالفرنسي وقت ترجمه بالفرنسي ترجم الوقت بالفرنسي لو تان لو تان مودرن لو تان مودرن امشي الذاكرة الذاكرة كها وقلت لك انت من لو سينيور دي زانو يا يا دي زانو دي زانو حرب تك 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 في السماء غير دي زيتوال غير دي زيتوال برافو عليك برافو عليك هاي عندك هاي يحبوا في بعضهم في الباتو هكا هذا تيتانيك انا يركب على سبيركه قلب الدنيا يقرا في مكتب كله سحاره وليد صغير هاري بوتر زورو ربي عاودها زورو ريت زورو بتاعها كيفية أنا أذية باش نزيدو نصعبوها شوية أذية باش نوليو عندنا 3 سكوند كهو باه أذية يشرب هكا النوسيون ماجيك يولي يضرب في العباد طايح فيهم شكون؟ مع صاحبو بوتي استيريكس استيريكس وبيليكس صعبوها علينا برشا لكن جو
كرونو امشي عادي زي ضيعتهم في الضحك الكرونو كوثر البارجي في ال ما عرفش هاي قلنا شو اسم الفيلم سلطان المدينة اي عاد كنت تنجم تقول لي في البلاد العربي دار قديمة وي وي تحب نعاودوها لا نعاودوها لا حد شيء كلمة واحدة باش نعطيك فيلم قديم برشا كي القافزين كيما القافزين زازويت زازويت كي القافزين مازالوا كعبتين عندك انت اختار انا هي اللي تحب واحدة منهم هذه عندك اون سكوند وهذا اللي باش يقول لي عندكم مون سكوند بعد قال لي قل لي انت سكوند يا خونا هذا نتكلموا الجملة خير لا تكلم تكلم انت شمك فيه هو يقول سكوند وانت عامل اللي تحب باه حشيشة تتشرب خوش خاش اوكي سلمى بكار ايوه ايواش قال لي عندك لي زوازو صحيت بالعربي لا عصافر جنة نو 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 عصفور صح عصفور صح قبل ما توفى الميسيون نحب تصفيقة كبيرة عليها ريت جمهور ما تبش يفرح معاك الموضوع لعبنا سي تيرابي سامباتيك لي قبل ما تروح عملت اش عندك دي بروجي عندك شي كلمه تحب تقولها عندك عبد سالو فلوس دونك لي فما كلكو بروبوزيسيون نزلت معناها ماهمش في التلفزه في السينما شوفوك في فيلم تاع تاع اغراء اغراء ما هو عندك ديما الممثلات ما نعرفش الممثلات ديما المزيانين ما عندهم حتى مشكله تقول لك ما جو سي با كل ما تجي خايبه اول حاجه تقول تبدا خايبه على الاخر انا ضد الافلام ولا نحب نقول هذه راهو كلمه دور اغراء راهي غالطه فما دور ومش دور فما دور مكتوب مليح ولا مش مكتوب مليح كلمه دور اغراء راهي حاجه يسر داخله معناها هما يقصدوا معناها ما تنحيش حوايجها ما توريش ما فما دور وفما حاجه مش معناها معناتها مكتوب مليح ولا مش دور مكتوب مليح توري كان يبدا الدور مكتوب مليح راه ما يقلقش وما ينجمش يوصل ال ال هذا سينمائيا سينمائيا دونك انت اذا كان فما خلل بالحق والا الحاجات هذيك موجوده جوست مش نقول لك نجمو نشوفوك في بلاش حوايج نجمو نشوفوك في دور مكتوب مليح اسمع اشكر الاولاد يا ربي ان شاء الله يجيب مخرج باهي يا ربي يعطينا سيناريو حلو شكون ما يحبش دور مكتوب لا ليه؟ لا نعرف نعرف حاجه ستان كرون بليزير كي تقرا سيناريو محلي ديما نحط يدي على البلاصه اللي توجع فما مواضيع مش فاهمينهم العباد وفما ديزاكتريس ما هم فاهمين حتى شيء يجي تقول لك انا ضد خاطر اول ما عيطوا لهاش والا بتات تقرا زاد حسابها تقول لك سي ولد ستار معروفه تو معاش يساعدني فما ديزاكتريس تقول لك ما يهمنيش كوني ديزاكتريس دو سينما قول لك انا نخدم دور يدافع عليا مش حكايه خاطر كي الدور مكتوب مليح ما عادش يهتموا العباد فكره مليانين يعني نتصور مثلا اذا كان في سين اونتر واحد جو دون معناتها اكزامبل فما سين تاع فيول كيفاش باش تمثلها مثلا معناها نعرفش فهمتك حاجه معناتها اللي تنجم تكون معناتها تري شوكونت وكل شيء معناها باش يقوم يقول الجمهور ودرا شنو كلمه الختام كلمه الختام هيك كلمه الختام كلمة الختام ميرسي على الاستضافة كل لغة ذيك اي ميسيل شنو تحب لغة خشبية ولا كلهم يعني كلهم لا لا ولا لا بالحق لا ميرسي لطفي ميرسي خاطر معناتها بالحق لومبيونس يا بوكو دامور جو محليه سا شونج ان بو اوسي ميرسي ميرسي لسهير ميرسي للفرقة نتاعنا بوبت جمهورنا اليوم اللي حصلها اللي قعدوا يتفرجوا فينا حتى للاخر ليكيب نتاعي ليكيب دو ريداكسيون خاطر نحب نقول بصراحه نحب نقول بدينا في ظروف صعيبه ياسر الجمهور ما يهموش خاطر يقول لك كونسونفو اعطيني برنامج باهي نحب نقول دخلنا في ظروف في فتره وجيزه ليكيب نتاعي فهمنا بعضنا عندي كيب تكنيك طياره برشا عندي مخرج من اعز المخرجين ديجا ماخذ جائزه في الواحد
عندي ايكيب ريداكسيون معناها يكتبوا صحفيين بارزين. حاب نقول لهم مرسي من غيركم انتوما. برنامج هذا ليس حد شيء. مرسي زاد عنا فنان ما حكيناش عليه خاطر جاي ولابس اللبسه نتاع المراه الكبيره والدنيا وفي او كان مومون قلنا اسمه وذا شجاعه كبيره ياسر. معز التومي فنان كبير وهو وراه. لا اللي هو معز التومي وراه المسؤوله وراه المراه العزوزه اللي نحن ماناش مسؤولين على اخلاقها. اللي جاتنا سي لو بيرسوناج. سي لو بيرسوناج. وميرسي للناس الكل. موعدنا الجمعه الجايه. يا خوف تنزيدش نراه خوف تنزيدش نراه وتروح صورتو من بالي يا خاطري يتمنى خاطري يتمنى ويجي يجلس ويجي يجلس قوبا يا بابور لو دتي جامرا فوكرو يا بابور لو دتي جامرا فوكرو وقلبي مجرو دتي لزارا لبايت وقلبي مجرو دتي لزارا لبايت يا بابور النار حرفتي ميت على النجفان يا بابور النار حرفتي ميت على النجفان يا زينة مسرا يا زينة مسرا يسنا مسرار راهي ناري تشاوتي يسنا مسرار راهي ناري تشاوتي لك واني سهران لقمار ونجوم تباعين وانت يا فرحان يمكن خلتني واحد هو انت يا فرحان خلتني واحد راح تشعر الاسود بهاوي القد المقدور راح تشعر الاسود بهاوي القد المقدور عاجب المجبود عاجب المجبود عاجب المجبود راهي ناري تشاوتين عاجب المجبود راهي ناري تشاوتين يا بابور لو ودتي جوم راه فوق الروح يا بابور لو ودتي جوم راه فوق الروح وقلبي مجروح دتي الغزالة لبعيد وقلبي مجروح دتي الغزالة لبعيد بابور النار حرتي ميك على التشفان يا بابور النار حرتي ميك على التشفان يا زينة مسرار يا زينة مسرار يا زينة مسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا زينة مسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا يا بابور لو ودتي جمرة فوق الروح يا بابور لو ودتي جمرة فوق الروح وقلبي مجروح دتي الغزالة لبعيد وقلبي مجروح دتي الغزالة لبعيد يا بابور نار حرتي ميك على التشفان يا بابور نار حرتي ميك على التشفان يا زينة مسرار يا زينة مسرار يا زينة مسرار راهي ناري تشالوتي يا زينة مسرار راهي ناري تشالوتي يا هي 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 يا لي I'm